السلام عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم جبت لكم الحميس. نسحقوا في هذا الحميس 3 قرون حلوين، واحد حار، 2 حبات طماطم، نديروا الثوم، زوج سنات ولا 3 وشوي ملح. هنا حكم تغلفت الكويزينير تاعي خطره ماكش الفلفل كي نعدو نشويو فيه يخمج لي الحاله، داك الشور تاعو يطلقو هذاك الكحل. هنا شعلت النار وقعدت نشوي في الفلفل. كاين اللي بداو يشويوه في الفور، الفور ما تجيش فيه ريحه الشوا على النار، ما يجيش بنين كيما تاع اللي نشويوه فوق النار. وهنا درته في باطا تاع الدجاج، خرمة تاع بلاستيك باش ما تطلقش الماده السامه تاعها تاع البلاستيك، وغطيته وخليته يعرق. هنا وشويت حبات الطماطم ووجدت السنين تاوعي تاع الثوم. بعد ما شويناهم طبعا خلوهم يبردوا، نقشروهم هنا. عرق الفلفل تاعنا وقشرناه جانا سهل. وهنا قطعنا الثوم الطماطم والفلفل تاعنا، درناهم كامل كيف كيف، شعلنا النار نقصنا لهم ودرنا لهم شوية ملح. هنا خليو الفلفل تاعنا يطيب في الماء تاع الطماطم، وكي نقعدو نطيبو فيه نمرسو بالفرشيطة او الشوكة الطماطم تاعنا باه تطلق الماء تاعها اللي يطيب فيه الفلفل وهي ما تقعدش كبيرة. هنا ذاب الطماطم تاعنا، الفلفل قريب يطيب. كيفاش نشوفو بلي طاب؟ حتى تنشف الطماطم تاعنا تولي ما فيهاش الماء، ما تطلقش الماء. هنا اي نشفت من الماء ما كانش، نديرو لها شويه زيت زيتون. الحميس يجي بالزيت زيتون روعه، الزيت الاخر ما يجيش، يجي مليح بصح ما يجيش بنين كيما نديرو للزيت. نحركوه ونطفيوه والحميس تاعنا وجد، سهل ما فيه والو. شهيه طيبه بالصحه والراحه. الى اللقاء.